السلام عليكم أعزائي متابعي قناة إيكول شادلي. اليوم غادي ندوزو لصفحة 194 من كتاب اللغة العربية واحة الكلمات المستوى الرابع ابتدائي. التعبير الكتابي: السياحة، الوحدة السادسة، الأسبوعان الأول والأسبوع الثاني. السياحة الحصة الأولى. التعبير الحر: استثمار مهارة التحويل. التعبير الحر: استثمار مهارة التحويل. نبدأ بالسؤال الأول. أحاكي النص التالي. المطلوب منا هو أننا غادي نديرو كمحاكاة للنص التالي. أول حاجة غادي نديرو بعد نقرأ النص عاد نديرو المحاكاة ديال هذا النص. هل في وسعك يا صديقي أن تتصور تلك الرحلة الممتعة التي نظمتها مدرستنا إلى مدينة مراكش الحمراء؟ كانت المدينة تزهو بآثارها العظيمة وبنخيلها الباسق وبهوائها الطلق المنعش، وكانت ساحة جامع الفناء مليئة بالسياح الذين يتوافدون على مراكش من كل أنحاء العالم، وكانت الحلقات تعرض عفوا أنواعا من الرقص والموسيقى الشعبية والحركات البهلوانية والخدع السحرية والحيوانات المروضة كالقرود والحراب والثعابين والأفاعي. أريد: هل في وسعك يا صديقي أن تتصور تلك الرحلة الممتعة التي نظمتها مدرستنا إلى مدينة مراكش الحمراء؟ كانت المدينة تزهو بآثارها العظيمة وبنخيلها الباسق وبهوائها الطلق المنعش، وكانت ساحة جامع الفناء مليئة بالسياح الذين يتوافدون على مراكش من كل أنحاء العالم، وكانت الحلقات تعرض أنواعا من الرقص والموسيقى الشعبية والحركات البهلوانية والخدع السحرية والحيوانات المروضة كالقرود والحراب والثعابين والأفاعي. نرجع للسؤال الأول. قالك أحاكي النص التالي، يعني أننا غادي نحاولوا أننا نكتبوا شي نص يكون تقريبا في حال هذا النص، هو النص اللي كتبنا احنا كمثال. نتوما طبعا عندكم الحق تكتبوا النص اللي بغيتوا. هل في استطاعتك ان تتخيل يا اخي تلك النزهة الممتعة التي ذهبنا الى مدينة وليلي؟ كانت المدينة تشرق بمآثرها الرائعة وبساحاتها الكبيرة وبهوائها الذي ينعش الصدور، وكانت الساحة مليئة بالسياح والسائحات الذين يتقاطرون على هذه المدينة من كل بقاع العالم لرؤية المآثر مثل قوس النصر والساحة العمومية والمحلات والأسوار. أعيد: هل في استطاعتك أن تتخيل يا أخي تلك النزهة الممتعة التي ذهبنا إلى مدينة وليلي؟ كانت المدينة تشرق بمآثرها الرائعة وبساحاتها الكبيرة وبهوائها الذي ينعش الصدور، وكانت الساحة مليئة بالسياح والسائحات الذين يتقاطرون على هذه المدينة من كل بقاع العالم لرؤية المآثر مثل قوس النصر، الساحة العمومية والمحلات والأسوار. هذا النص يعتبر كإجابة على السؤال الأول. دابا ندوزو للسؤال الثاني. ثانيا: أحول النص الذي أنتجته بالمحاكاة إلى حوار باستثمار ما اكتسبته في مهارة التحويل. أحول النص الذي أنتجته بالمحاكاة إلى حوار باستثمار ما اكتسبته في مهارة التحويل. المطلوب منا شنو هو؟ هو أننا هذا النص هذا اللي كتبناه كمثال غادي نحوله من نص إلى حوار باستثمار ما اكتسبناه في مهارات التحويل. أنا: هل في استطاعتك أن تتخيل يا أخي تلك الرحلة الممتعة التي ذهبنا فيها إلى مدينة وليلي؟ أخي: نعم، لكن رحلتنا إلى مدينة مراكش كانت أكثر متعة. أنا أحب المآثر التاريخية الموجودة في مدينة وليلي وكذلك قلة الضجيج عكس مدينة مراكش.
أخي، أنا عكسك يا أخي، فأنا أحب الأماكن المزدحمة مثل ساحة جامع لبنان. أعيد. أنا، هل في استطاعتك أن تتخيل يا أخي تلك الرحلة الممتعة التي ذهبنا فيها إلى مدينة وليلي؟ أخي، نعم، لكن رحلتنا إلى مدينة مراكش كانت أكثر متعة. أنا أحب المآثر التاريخية الموجودة في مدينة وليلي، وكذلك قلة الضجيج عكس مدينة مراكش. أخي، أنا عكسك يا أخي، فأنا أحب الأماكن المزدحمة مثل ساحة جامع الفنا. ندوز الحصة الثانية. الحصة الثانية، التعبير الحر، استثمار مهارة التلخيص. ألخص النص التالي باستثمار ما اكتسبته في مهارة التلخيص. المغرب من الوجهات السياحية العالمية التي تقدم خدمات ممتازة بتكلفة مناسبة، سواء أكان السائح راغبا في فنادق اقتصادية أم كان باحثا عن الفنادق المصنفة أو دور الضيافة الفخمة. والمغرب وجهة سياحية مثالية لمحبي التسوق، إذ يضم في كل مدينة الكثير من الأسواق الشهيرة التي تعرض لزائريها كل ما يرغبون في شرائه. ومدينة فاس على سبيل المثال لها ميزة في إثارة إعجاب السياح بالأزقة الضيقة والمحلات الموزعة في مناطق عديدة لبيع منتجات كالنحاس والجلود والزرابي والتوابل والفخار والمجوهرات. أعيد قراءة النص قبل ما نبدأ نلخصه. المغرب من الوجهات السياحية العالمية التي تقدم خدمات ممتازة بتكلفة مناسبة، سواء أكان السائح راغبا في فنادق اقتصادية أم كان باحثا عن الفنادق المصنفة أو دور الضيافة الفخمة. والمغرب وجهة سياحية مثالية لمحبي التسوق، إذ يضم في كل مدينة الكثير من الأسواق الشهيرة التي تعرض لزائريها كل ما يرغبون في شرائه. ومدينة فاس على سبيل المثال لها ميزة في إثارة إعجاب السياح بالأزقة الضيقة والمحلات الموزعة في مناطق عديدة لبيع منتجات كالنحاس والجلود والزرابي والتوابل والفخار والمجوهرات. دوزو دابا للتلخيص ديال هذا النص. كما نطلب من نفس السؤال، اننا نلخصوا هذا النص باستثمار المهارات اللي اكتسبناها في مهارة التلخيص. انا درت جوج ديال النماذج، النموذج الاول فيه واحد التلخيص اللي شويه طويل والنموذج الثاني فيه تلخيص اللي قصير على النموذج الاول. نقراو النموذج الاول. المغرب من الوجهات السياحيه التي تقدم خدمات للسائحين الراغبين في فنادق اقتصاديه او مصنفه او دور الضيافه الفخمه. والمغرب وجهه لسياحه التسوق، إذ يضم مجموعة من الأسواق تعرض للزائرين ما يرغبون به. ومدينة فاس لها ميزة في إثارة إعجاب السياح بالأزقة والمحلات لبيع منتجات كالنحاس والجلود والزرابي والتوابل والفخار والمجوهرات. أعيد. المغرب من الوجهات السياحية التي تقدم خدمات للسائحين الراغبين في الفنادق اقتصادية أو مصنفة أو دور الضيافة الفخمة. والمغرب وجهة لسياحة التسوق، إذ يضم مجموعة من الأسواق تعرض للزائرين ما يرغبون به. ومدينة فاس لها ميزة في إثارة إعجاب السياح بالأزقة والمحلات لبيع منتجات كالنحاس والجلود والزرابي والتوابل والفخار والمجوهرات. إذن هذا كان هو النموذج الأول. دابا نقرأ النموذج الثاني اللي هو قصر من النموذج الأول. المغرب من الوجهات السياحية العالمية والذي يضم فنادق حسب الطلب والمواصفات، وكذلك يعتبر وجهة لسياحة التسوق. فاس على سبيل المثال التي تضم مجموعة من المحلات
لبيع المنتجات لبيع عفوا منتجات النحاس والفخار وغيرها. أعيد، المغرب من الوجهات السياحية العالمية والذي يضم فنادق حسب الطلب والمواصفات، وكذلك يعتبر وجهة لسياحة التسوق. فاس على سبيل المثال التي تضم مجموعة من المحلات لبيع منتجات النحاس والفخار وغيرها. إلا لاحظتوا فالتلخيص الأول كان أطول من التلخيص الثاني، ولكن هما بجوجهم نماذج صحيحة، يعني تقدروا تعتمدوا على أي نموذج بغيتوا، سواء النموذج الأول أو النموذج الثاني. يكفي أنكم أو تقدروا تعتمدوا يعني تلخصوا طريقتكم الخاصة وأسلوبكم الخاص، يكفي أنكم تعتمدوا على المهارات اللي اكتسبتوها في مهارة التلخيص. إذا أعزائي متابعي قناة إيكول شادلي، كانت هذه الصفحة 194 من كتاب اللغة العربية واحد الكلمات المستوى الرابع ابتدائي.